السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. Allora la domanda è com'è che tu hai conosciuto l'Islam? Com'è che Allora ero inizialmente amica di una ragazza musulmana la quale mi ha avvicinato all'Islam perché ho passato Ramadan con lei e durante quei giorni la vedevo pregare e comunque curare la sua fede e quindi io ho iniziato a farle domande e a interessarmi di più e poi mi ha regalato dei libri e che dopo aver letto soprattutto la biografia del profeta mi hanno comunque molto convinto. Poi ho conosciuto la moschea dove comunque sto seguendo vari corsi sia di arabo sia per il Corano e qui ho fatto la mia shahada. نخلي ابو الحارث هو اللي يعطينا بدنا ناخذ نبذة الشيخ يعني ماذا قالت هي؟ نعم هي بالعربي اقول كلمتين يعني على قالته. هي كانت طالبة في المدرسة فتعرفت على احدى المسلمات على الطالبة يعني نعم طالبة مسلمة كانت معها تدرس الثانوية وهي اعجمية طالبة لكن سبحان الله تقربت كثيرا على الاسلام ثم اصبحت تتعرف حتى على رمضان لكن لم تعرف عن الإسلام حقيقته فأحضروها إلى المسجد بعد أن تعرفت على المسجد هنا نطقت الشهادة بفضل الله سبحانه وتعالى في المسجد ثم أصبحت تتعلم دورات في عن الإسلام في اللغة العربية في تعليم في تلاوة القرآن حتى الآن أصبحت يعني إن شاء الله في خلال الأيام السابقة أيضا في دورة أحكام التلاوة حتى تحسن وتتقن تلاوة القرآن هي ومجموعة من الأخوات الذين إذا معناته البداية الأساسية هو احتكاكها بفتاة مسلمة معها في المدرسة سبحان الله شو الأثر نعم هذا صحيح بلا شك أنه عندما تعرفت على البنت الذي تربت معها في المدرسة ولكن في الفترة الأخيرة يعني تعرف الأعجم لا يعرفون يعني من أخرى ولدوا في هذه البلاد يعني عن الدين كثيرا أو غيره لكن كان متأثرة في معاملتها وكذلك تقربت على الإسلام فيها ثم حضرت إلى المسجد وأعلنت إسلامها شيخنا العكس الأخت الباكستانية هي يعني الأعجمية هي التي أحضرها والدها وأهلها أحضروها للمسجد حتى تتعرف على الإسلام هذه أهمية القدوة والسلوك لكن نريد أن نعرف الآن الشيخ أبو الحارث أذنت لي حبيبنا زاد فضلك أبغى شعورها بعد الإسلام حياتها قبل الإسلام وبعد الإسلام يعني تغيرها الداخلي تغيرها في 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 حياتها عامة في مشاعرها في أحاسيسها كل هذا يريد أن تنقلها كتجربة يا شيخ إن شاء الله رب العالمين أستاذ أبو عبا يعطيكم السؤال بالإيطالي ثم إن شاء الله يكون لها شيخ إن شاء الله Allora qui in programma vogliono sapere quali sono i cambiamenti che lei ha avuto internamente e anche i sentimenti suoi che cosa l'Islam. Ha cambiato l'Islam in lei internamente prego allora innanzitutto l'Islam dà una ragione alla propria vita e pone uno scopo quindi cambia totalmente la prospettiva di vita cioè se prima appunto si realizzano degli obiettivi che sono solamente mondani quindi che può essere qualsiasi cosa ad esempio un buon lavoro ottenere una buona casa eccetera quando noi incontriamo l'Islam l'Islam ci pone un obiettivo che è quello di essere dei bravi fedeli e di sottometterci solo a Dio e quindi ci cambia totalmente la prospettiva di vita per me questo è il cambiamento maggiore cioè quello di avere uno scopo molto molto più grande su cui lavorare ogni giorno grazie يعني باللغة العربية نقول أنها هي التغيير أصبح عندها كليا قبل كانت تفكر يعني بوجود بيت عمل غيره في المستقبل
هي طالبة في الجامعة في السنة الأولى، ولكن الحمد لله بعد أن دخلت الإسلام أنا أعتبر هذه الفتاة حقيقة، يعني بين قوسين قبل أن أكمل، هذه الفتاة هي عبارة عن حمامة المسجد. يعني بعض الأوقات تتأخر، يعني صلاة المغرب والعشاء أخشى عليها أن الحافلة أو القطار يذهب، أقول اذهبي اذهبي انطلقي إلى البيت قبل أن تنقطع من الحافلات أو المواصلة. بفضل الله تذهب إلى الجامع وتعود ليس على البيت إنما تعود على المسجد من فضل الله عز وجل. هذه الفتاة تقول أيضا أنه تغييرها في الحياة، أصبح نظرتها للإسلام شمولية بعيدة عن الأفكار السابقة، وأنها تجد الروحانية في هذا الإسلام. نعم شيخنا، طبعا ما تعرفنا اسم الأخت، اسمها الآن قبل الإسلام وبعد الإسلام. نعم تفضل قول اسمك. تشديش التو نوما بيربيتش مي كامو أنا النو كنيوم فرسكونيا. أنا فرسكونيا من نابولي. طيب ما شاء الله. هل الأخت الآن تحفظ بعض سور القرآن مثل الفاتحة وغيرها يا شيخ؟ كورسبوندر أنك لي، يعني هي تجاوب رسبوندس لو ساي ألتري سورة باي. Sì, conosco altre sure. Alto sei la voce, vero? Alto la voce, vai. Sì, conosco altre sure. Quali sono? Le ultime 20 del Corano. آخر 20 سورة من القرآن خلال هذا السنة. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. خلها تختار بعض الآيات تقرأ لنا يا شيخ. Alcuni versetti, poco, poco, così per sentire un po'. Scegli qualcosa. Recite un po' del Corano, sarebbe il numero sorte dell'Atlas, la Robina, quello che vuoi, alladhi turidono. Vai. Posso recitare sulla di classe? Vai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يقل له كفوا احد. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. Altra sura che lo può fare velocemente. الله يثبتها. Vai. Posso recitare al-Fatiha? Vai. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ثبتنا وإياهم. آمين. 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 ما شاء الله، تبارك الله. ما شاء الله. شيخ أبو الحارث، كم لها في الإسلام الأخت الآن منذ أسلمت؟ لها مسلمة الآن، يعني إذا من بعد أخليها هي تقول بالإطالة وأنا أترجم لك، هي سنة وتقريبا وشهر ولا شيء، لكن تحكي لك يوم بالأيام. لحظة يا شيخ، لحظة. شيخ أبو الحارث لها سنة وشهر وكانت نعم غير مسلمة، نعم، وأعجمية، نعم، وحفظت آخر سورة، آخر 20 سورة من القرآن. نعم، نعم. لأنها هو أعطاها لقب أنها حمامة المسجد، دائما متواجدة في المسجد، لكن وأنشطة المسجد النسائية. لكن ما شاء الله الكولومبو دي لا موسكاية. نعم. الله يثبتها، لها منا الدعاء ومن جميع المشاهدين. الله يثبتها ويبارك لها وعليها، يحفظها وينفع بها الإسلام والمسلمين، تكون خير قدوة وخير مثال. وأنا لا أشك في ذلك. الله مشاء الله. أصبحت تدعو الناس وتعلم برضو في الإسلام الوضوء. تانت أقولي tante preghiere per te, che Dio ti aiuta, ti fa diventare più forte. Grazie mille, جزاك الله خيرا. الله يثبتك. نعتذر بس عندنا فاصل قصير، نعود بعده الاستكمال. جزاكم الله خير. فكونوا معنا بعد الفاصل. شكرا.